صافي دابا كنرجعوها للكوكوط اللي طيبنا فيها في الاول، هي كنرجعوها رجعت خياتها تبارك الله زوينه سواعره وسهله دغيا كتوجد. بالنسبه للعطريه علاش ما درتهاش، انا ندوقها بعدا نكمل معكم. جات واعره بزاف. السلام عليكم المشاهدين الاعزاء الكبيرين، كنتمنى كلشي بخير، اموركم مزيانه، كلشي مزيان. شكرا بزاف على التعليق ديالكم، شكرا بزاف على الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم، الله يخلي لكم صحتكم وطول في عمركم. مبروك عليكم العواشر، الله يدخل عليكم بالصحه والراحه وطول العمر. وباش ما تمنيتو اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نشارك معكم صوبه ديال الخضره، يعني في رمضان تقدر تنفعكم في رمضان، في فطور يمكن لكم تفطروا بها كتجي زوينه بزاف. وننوعوا شويه، ماشي ديما الحريره الحريره الحريره، خصوصا دابا مطيشه غاليه. اما هاد الصوبه ما فيهاش مطيشه، فيها غير شويه الخضره. انا نقول لكم الخضره اللي غنستعمل في هاد الصوبه، نتمنى انكم تعجبكم وقبلوا عليا، الله يسهل عليكم وشكرا بزاف ومرحبا بكم. اي خضره متوفره عندكم يمكن لكم ديروها، يمكن لكم ديروا غير خيزو وبطاطا، ويمكن لكم ديروا غير بطاطا بحدها ولا القرعه الحمراء اللي عندكم في الدار يمكن لكم ديروا. انا عندي هاد شويه الخضره غنديرها، عندي هنا اللفت هذا الصفر وهذا الابيض وثلاثه البطاطات وشويه خيزو وجوج ثومه وبصيله خضاريه، هادشي اللي غادي ندير فيها، وشويه البزار وشويه الملحه. العطريه ما ديروهاش مع الخضره، اللي درناها مع الخضره كتولي كنشربوها كتشدنا الحرقه كما كنقولوا، كتولي كتقل علينا مع العطريه بزاف كتقل علينا. وغادي ندير فيها غير جوج فريميجات، ما ندير فيها لا حليب لا كريمه لا والو، جوج فريميجات باش تولي كريميه كما كنقولوا. انا غنستعمل هاد الكوكو، انتوما يمكن لكم تستعملوا غير كاسترون ولا شي حاجه. انا غنشحر كلشي، هاد البصل قطعها بحال هكا، نحيد غير هاد اللي قاصحه شو، ونديرها هنا لوح خيزو، نديرو بطاطا داكشي دغيا، يعني واخا ما يكونش عندكم الوقت هادي كتوجد دغيا. بالنسبه للخضره دغيا كتسلق دغيا كتطيب، ماشي بحال اللحام ولا الحريره اي صراحه الحريره زوينه ولكن نوعوا شويه، ما نبقاوش غير الحريره الحريره الحريره، حتى الشوربه راه غنيه بالفيتامينات، هاكا الخضره كثيره. اللفته ونقطعها بحال هكا، لوح خيزو وشويه ديال الزيت، غير شويه غير الزيت العاديه، زيت زيت الزيتون حتى الاخر عاد غنديرو. وهنايا معلقه صغيره ديال البزار ومعلقه صغيره ديال الملح، البزار ما نديروش كامل غير شويه، هاد لي كثرتو البزار كتجي حاره. والثومه هادشي غنشحرو دابا، نشحرو اولا حتى لي طوف معاكم البارح. شوف فين درتو، درت فهاد القرعه سيدي علي خليتو حتى برد، قرعه توال الناس خليتو حتى برد ودرتو هنايا، ودرتو فهاد القرعه ديال العسل الفصه. وانفهم هاد الشباكي غنستعملها. بالنسبه للقزبر المعدنوس راه ضروري منه كلحو بحال هكا غير شويه ماشي بزاف، ونخلو هاد الخضيره تشحر تقريبا 3 دقائق غير كتشحر صافي، نديرو عليها الماء. وبغيت غير نقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم. بالنسبه للفيديوهات ديالي راه مصاب حياتي اليوميه كنشاركها معاكم، صوبت صوبه كنشاركها معاكم، كندير اكله بسيطه كنشاركها معاكم، كيعجبني البساطه، كيعجبني هادشي اللي كندير، يعني وليت كنحس بكم بحال العائله ديالتي. التعاليق ديالكم راه كنقراهم كاملين ودابا كندير عليهم قليب. شكرا بزاف على الكم الهائل ديال التعاليق، ومرحبا بكم، هذه هي القناه ديالي كنشارك اي حاجه، نتمنى انني نفعكم بشي حوايج بساط بحال دابا هاد الصوبه هادي ما فيها حتى حاجه، فيها غير شويه الخضره وغتجيب لينا بزاف، يعني اي كنحاول انني نبسط لكم. بالناس اللي ما عندوش مساكن ولا كيخمو بحال دابا كلشي ولا غالي، كنحاول انني نبسط لكم ندير لكم شي حوايج رخاص. ايوا سمحوا لي بزاف كثرت عليكم بالهضره، ديروا في بالكم راكم عزاز بزاف وتنبغيكم بزاف. نكملوا دابا، هاي كتشحر هاي كتشحر،
هاي شحرتها مزيان، دابا غندير عليها الماء. شحرات غندير عليها الماء. ما كثرش ليها الماء بزاف، غنقول لكم شحال درت الماء. غير غطيتها ونخليها طيب على خطر تقريبا 15 دقيقه ولا 10 دقائق. هاد الخضره ما خصهاش طيب بزاف، الا طابت بزاف راه تحيدوا من الفوائد، ما يبقى فيها والو. يعني بحال كناكلوها بحال كنشربوا غير في الماء ولا شي حاجه. هادشي علاش غادي نحاول اني نحافظ على الفيتامينات ديالها ونخلوها طيب على خاطرها. وبقاو معايا غير غادي طيب ونرجع معكم نوريكم شنو غادي نزيدوا عليها مازال كيف العاده. بقاو معايا. بالنسبه للصفاره طابت غادي نحيدها، خدات لي 15 دقيقه درت لها الصفاره. غنقول لكم واحد القضيه على قبل، بحال هكا في الكوزينه حاولوا ديروا شي شيفون بحال هكا، ديروا بحال هكا باش ما يطلعش لكم البخار الفوق في الكوزينه هنايا، باش ما يشدش لكم اللي دام في الكوزينه وديما تبقى نقيه. هاي غير تدارت صافي دغيا هكا تجي زوينه رائعه. نتمنى انكم تجربوها وغادي تنفعكم في رمضان، ما فيها ما عطيتش لا والو. ممكن لكم اي خضره عندكم في الثلاجه تستعملوها، غير بطاطا في الزو. شوفوا كي دايره في الثلاجه، تشوفوا ريحه اللفت زوينه فيها، تقدروا ديروا فيها البسباس. غير تبرد شويه وغادي نطحنوا فيها. نقولش لكم للريحه زوينه بزاف. وخا دابا الخضره، بالنسبه للخضره راه رخاصه شويه. البارح اللفت كان ب 3 دراهم، خيزو ب 3 دراهم. هادشي كنقول لكم باللي في كازا الخيار ب 2 دراهم، وقسما بالله ما نكذب عليكم البارح في العشيه كان الخيار ب 2 دراهم. هادشي علاش شريت الخضره. فين شريت الخضره؟ يعني بدات رخاص شويه، هي كتكون غاليه غير مع الصباح ولكن في العشيه كترخاص شويه. جوج فرماجات صافي. دابا كنرجعوها الكوكوط اللي طيبنا فيها في الاول، هي كنرجعوها رجعت خياتها تبارك الله زوينه. انا نكمل الكميه، بقات لي غير شويه هنا. غادي نشعل عليها دابا على قبل، غير غندير فيها زيت العود درت فيها الفرماج غير تسخن شويه. ها هو زيت العود غير شويه ماشي بزاف اختياري. صافي نخليها غير تسخن ونرجع معكم. دابا غنخويها معكم، راه كتجي زوينه بزاف. شو كي جات واعره وسهله دغيا كتوجد. خاسة جات. بالنسبه للعطريه علاش ما درتهاش، انا ندوقها بعدا نكمل معكم. جات واعره بزاف بالنسبه للنسمه ديال زيت العود وما فيهاش العطريه. بالنسبه للعطريه علاش ما درتهاش، العطريه فين كناكلوها كدير لنا الحرقه مع الخضره. هادشي علاش درت فيها شويه البزار غير شويه ماشي بزاف، ودير فيها شويه الملحه والزيت العود حتى الاخر والفرماجات. واللي كان بغيتو ديروا فيها الحليب ديروا فيها الحليب، بغيتو ديروا فيها الكريمه ديروا فيها الكريمه. انا اكتفيت غير بهذه باش تجي اقتصاديه وسهله وفي متناول الجميع. خليكم دابا ونخلي لكم راحه البال، ديروا في بالكم راكم عزاز بزاف. لاول مره كتشوفوا القناه ديالي كنقول لهم تابوناو ليس امرا ولكن فضلا، باش تشجعوا اخوكم سيمو كيجيكم بمحتوى نقي وزوين وبسيط. بسلام عليكم، الله يرحم لكم الوالدين،